الأسف هذا الممثل رحل وعمره فقط 44 سنة. نجم آخر ما كان له أي دخل في إنهاء مشواره في بوليوود، لأن سبب كان أقوى منه وكان يتعلق بسياسة الدولة بالكامل، وهو الممثل الباكستاني فواد خان اللي دخل بوليوود سنة 2014 من خلال فيلم خبزوات، والكل تنبأ له بالنجاح في بوليوود. لكن مع الأسف بعد سنتين فقط من التمثيل في بوليوود عاد لبلده بسبب القرار اللي أصدره اتحاد عمال الأفلام الهندية بمنع الممثلين الباكستانيين نهائيا من المشاركة في الأفلام والمسلسلات الهندية. وبذلك فيلم إيد الهمشكل اللي صدر سنة 2016 كان آخر عمل شارك فيه فواد. وبما أنكم طلبتم عرض هذا الفيلم عندكم فرصة لمشاهدته يوم الجمعة 1 أكتوبر على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية كالعادة. اتركوا كل أسئلتكم في التعليقات على صفحة MBC بوليوود على فيسبوك، ولا تنسوا لايك واشتركوا في القناة.